الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، خير البداية خير الكلام، الدكتور أحمد الشحروري، وآيات نيرات من الذكر الحكيم. تفضل دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وضيفة الدكتور تركي عبيدات رئيس جامعة الزيتون الأكرم، سعادة الدكتور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي عميد كلية الآداب الأكرم، أصحاب السعادة والمعالي والعطوفة، العلماء الأكارم، الضيوف الكرام، نستقبل هذه الكوكبة من العلماء والباحثين بتهلل وجه وإشراق قلب. فالعلم عوض عن كل لذة ومغن عن كل رغيبة، وقديما قالوا من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة. السندباد يعود، السندباد يعود راوية ويقول ويعترف، يصف الرؤى ويقولها بأسا أن الحقيقة فوق ما أصف. وقف الأولى فوق الطلول هوى، واليوم نحن لشوقنا نقف. كلمة نائب رئيس الجامعة عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور محمد المجالي، فليتفضل مشكورا. أقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة وأصلي على دمهم وأقبل آثار أقدامهم، وأقول الأم التي منحتهم ضفائرها وأظافرها الجارحة، بارك الله في رحم تلد الأنفس الجامحة. أقرأ القارعة وألملم عن ثغر أم السنابل، أزرع في صدر أم القنابل، من مثل سعفك يا نخلة ولدت لتقاتل
يا نخلة لم تزل فارعة، إنه موسم النار، فانتشري يا جدائل أمي جحيم غضب. ولدي كل يوم يدا من لهب، وامتطي صهوة الحقد، كوني مخربة متوحشة ومشاغبة متعطشة للدماء. واخلعي عنك ثوب الحياء، لست طيبة القلب، فاقتحمي يا جدائل أمي جدائل كل النساء، واستبيحي الذين استباحوك، لا ترحمي أحدا من جنون سكاكينك الجائعة، إنها اللغة الرادعة. وادخلي، لا ترحمي أحدا من جنون سكاكينك الجائعة، إنها اللغة الرادعة. وادخلي غرف النوم وانتزعي وردة الحلم من رأس أم تهدهد أولادها في أسرة أولادنا، وتمرجحهم بمراجيح أعيادنا، وتعلمهم كيف ينتزعون إذا فطموا ورد أكبادنا. أقرأ الزلزلة وأصيح بملء دمي، وأصيح بملء فمي، تولد الآن في وطني قنبلة، ستفرخ سبع قنابل في كل واحدة مئة، فلتبارك يد الله كل يد من لهب، علها تستفز جذوع النخيل وتمسح عن صهوات الخيول التعب، علها تستفز العرب. أرجو الحفل الكريم، أرجو أن نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الأقصى. الأستاذ دكتور تركي عبيدات رئيس الجامعة المحترم راعي هذا الحفل، السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأكارم، السادة أعضاء هيئة المديرين الأفاضل، الأستاذ دكتور أحمد حساني ضيف الجامعة ممثل الوفود المشاركة، الأساتذة والعلماء الأجلاء ضيوف الجامعة أصحاب العطوفة والسعادة، زملائي عمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الأفاضل، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم المبارك الذي يزهو ونزهو معه بتواجد كوكبة من السادة العلماء الأجلاء الأكارم في جامعة الزيتونة الأردنية، جامعة الخير والعطاء، للمشاركة في مؤتمر كلية الآداب الخامس والمعنون بالتعددية الثقافية في اللغة والأدب، الذي يعقد في رحاب هذا الصرح العلمي الشامخ تعزيزاً لرسالة الجامعة الرامية إلى ارتقاء بواقع البحث العلمي وتوطيد العلاقات الطيبة مع الأساتذة في الجامعات المحلية والعربية والعالمية، والسمو بالمشهد الثقافي الفاعل الذي كان ولا يزال يشكل أنموذجاً راقياً للثقافات المختلفة. مرحباً بضيوف الجامعة الكرام المشاركين في هذا المؤتمر الذين تجشموا عناء السفر ليؤكدوا عمق الأواصر العربية ودفء المشاعر والأحاسيس التي كانت وستظل عنوان اللقاء الطيب الصادق الذي يشكل متنفساً راقياً للتعبير عن كثير من قيم المحبة والإخاء، تلك القيم التي فقدت بريقها في ظل الظروف العربية الصعبة التي تمر بها أمتنا اليوم، آملين أن تجسد مثل هذه اللقاءات العلمية روح الأخوة والمحبة والوفاء، وأن ترسخ قيم العروبة الصادقة. واسمحوا لي أيها الضيوف الكرام وبهذه المناسبة أن أخص بالشكر الأساتذة المشاركين من فلسطين الحبيبة الذين جاءوا على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المدن الفلسطينية في هذه الأيام، متحدين كل أساليب البطش والتعذيب، ولسان حالهم يقول: يا آل إسرائيل لا يأخذكم الغرور، عقارب الساعة إن توقفت لا بد أن تدور، إن اغتصاب الأرض لا يخيفنا، فالريش
يسقط، فالريش قد يسقط من أجنحة النسور، والعطش الطويل لا يخيفنا، فالماء يبقى دائما في باطن الصخور. هزمتم الجيوش إلا أنكم لم تهزموا الشعور، قطعتم الأشجار من رؤوسها وظلت الجذور. أيها الحفل الكريم، ولعل من حسن الطالع أن يأتي انعقاد هذا المؤتمر متزامنا مع مناسبة عزيزة غالية على قلوبنا جميعا، مناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله، الذي أرسى قواعد العمل الفاعل وأسس لدور ريادي جامعي متميز، وأطلق يد الأكاديميين الأردنيين للبحث الجاد، وخص الجامعات الأردنية باهتمام لا مثيل له، مؤكداً دورها في خلق جيل منتم مؤمن بقيم العطاء والوفاء والإخلاص، وجعل عمان عاصمة للوفاق والاتفاق العربي. هو الأردن أي حمن سواه يفوح ثراه بخوراً وندى، توحدنا به ملكاً وشعباً، وفقنا كل أهل الوجد وجدا، إذا مرت على شوك خطانا تفتح زهره ليصير شهدا. ولعل من حسن الطالع أيضا أن يأتي انعقاد هذا المؤتمر متزامنا مع إقرار قانون اللغة العربية لسنة 2015، الذي صادق عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله، وأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة، والذي يلزم مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي الأنشطة العلمية والثقافية. أيها الحفل الكريم، لقد دأبت جامعة الزيتون منذ تأسيسها على عقد مؤتمرات علمية في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات والصيدلة والهندسة، وها هي كلية الآداب تعقد مؤتمرها الخامس في مجال اللغة والأدب، وتشرع في الإعداد لمؤتمرها السادس في العام القادم إن شاء الله لقسم اللغة الإنجليزية. إن عنوان مؤتمر اليوم الموسوم بالتعددية الثقافية في اللغة والأدب ليس عنواناً تقليدياً، وفيه من الحداثة والكشف والاستشراف ما فيه، وقد صيغت محاوره بدقة وعناية. شارك في وضعها مجموعة من الأساتذة المرموقين ممن وجدوا في هذا الموضوع متسعاً كبيراً للتجديد والإبداع والابتكار، ذلك أننا في زمن علينا أن نكون فيه أكثر جرأة في الطرح وعمقاً في المعالجة، وتخففاً من التقليد المنفر الذي صار يهدد كتابنا ونقادنا. وفي ذلك يقول جبران خليل جبران: إن الغربيين كانوا في الماضي يتناولون ما نطبخه فينضغونه ويبتلعونه، محولين الصالح منه إلى كيانهم الغربي. أما الشرقيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه، ولكنه لا يتحول إلى كيانهم، بل يحولهم إلى شبه غربيين، وهي حالة أخشاها وأتبرع منها، لأنها تبين لي الشرق تارة كعجوز فقد أضراسه، وطورا كطفل بلا أضراس. أيها الحفل الكريم، إن محاور هذا المؤتمر كما ذكرت سابقا قد اختيرت بدقة وعناية، وجاءت منسجمة متناغمة مع أهدافه، وإنه لشرف كبير أن يتقدم للمشاركة في هذا المؤتمر 220 باحثاً حكمت أبحاثهم بكل دقة وموضوعية، وتمت الموافقة على 105 أبحاث، منها 20 بحثاً لأساتذة من الأردن، و85 بحثاً لباحثين من الدول الأخرى، وهذه الدول مرتبة حسب حجم مشاركتها كالآتي: الجزائر، العراق، فلسطين، مصر، المغرب، السعودية، الإمارات، تونس، ماليزيا، جورجيا، اليمن، عمان، ليبيا، السودان، بلغاريا، إيران، قطر. أيها الحفل الكريم،
إن الحراك الثقافي في جامعة الزيتونة ما كان ليتأتى دون دعم القائمين على هذه الجامعة وتعاون الأساتذة والإداريين فيها. فتحية تقدير واحترام لزملاء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآداب وفي قسم اللغة العربية على وجه الخصوص، واللجنة العلمية من خارج جامعة الزيتونة ممثلة بالأستاذ دكتور يحيى عبادنا من جامعة اليرموك، والأستاذ دكتور محمد القضاء من الجامعة الأردنية، والأستاذ دكتور عادل القاعين من جامعة موتا. والشكر موصول لأعضاء اللجان الذين أسهموا في الإعداد لهذا المؤتمر، راجيا من الله عز وجل أن تأتي توصيات هذا المؤتمر قيمة غنية تخدم الأهداف التي عقد من أجلها. واسمحوا لي أخيرا أن أختم بما بدأت أو كما بدأت بأبيات من قصيدة مفكرة عاشق دمشق الشاعر الكبير نزار قباني: يا شام يا شام في جعبتي طرب، أستغفر الشعر أن يستجدي الطرب. ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي؟ حوافر الخيل داست عندنا الأدب وحاصرتنا وآدتنا، فلا قلم قال الحقيقة إلا اغتيل أو صلب. يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه ما أسهل العتب. من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب. حبل الفجيعة ملتف على عنقي، من ذا يعاتب مشنوقا إلى الطربا. الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح صبا، لكنه غضب طارت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب. إن المرأة يا سادتي يفكر باللغة التي ينتمي إليها، ينتمي لثقافتها ووجدانها وضميرها، أي أن اللغة معيار للانتماء الفكري والخلقي. اللغة عرض للفكر واللاشعور الجمعي الذي يجعلنا ننحاز لقيم معينة دون غيرها، ودون أن نأخذ مهلة طويلة لتحديد موقفنا النفعي أو البراغماتي، وهو الذي يجعلنا نحدد رؤانا من الذات والمجتمع والأمة وثوابتها ومقدساتها، ويحدد موقفنا من الآخر والعدو والثقافة الوافدة إن كانت تنسجم مع ثوابتنا أو تناقضها.